غريبه بالنسبه لنا كمصريين. كان في ماتش ضد منتخب مصر قدام منتخب ليبيريا، ايه ده؟ كارلوس كولوش جاي ويعمل ماتش ويدي اللعيبه المحليه وعايز يتفرج عليهم، والراجل ده جاي عايز يشتغل بجد ولا ايه؟ الراجل ده مش جاي وعارف التيتا وعارف اللي فيها، هتضم لعيبه من هنا ولاعيبه من هنا ولاعيبه من هنا، وهتضم خمسه من الاهلي وخمسه من الزمالك وخمسه من بيراميدز وتقفل على كده وترمي لابو صلاح. ده الراجل عايز يشتغل بجد بقى. استنى هنقعد نتفرج على كارلوس كولوش، كارلوس كولوش هيختار مين؟ لان كارلوس كولوش مش هيلعب ازاي، لان معنى ان انت تقول ان كارلوس كولوش هيعمل ايه وهيسوي ايه فنيا معناها ان انت لما مؤاخذه جاي تهبط، لان مفيش مدير فني ما كملش اسبوع مع اللعيبه دي هيقرر ان هو يعمل لهم جمل تكتيكيه وفنيه وخططيه. ده معناه ان انت لو قلت الكلام ده يبقى انت بتفتي عزيزي، لان الراجل ما لحقش. الراجل جاي بس عايز يبص نظره واقعيه، الراجل اتفرج عليهم في سباقات واتفرج عليهم في ماتشات، الراجل جاي يتفرج عليهم قدام عينه، قدام عينه هو جاي يتفرج على اللعيبه دي، وجاي يشوف اللعيبه دي مدى التزامها ومدى روحها وحماسها في ان هي تمثل منتخب مصر. وكارلوس كولوش بصراحه زينا امبارح اتصدم من الاداء اللي كان سيء، واللعيبه اللي ما كانش عندها روح، ومنتخب ليبيريا كان عندهم روح عنهم، وحاجات من 60 اللي كانت موجوده جوه الملعب. غلبنا 2-0، محمد شريف جاب الجونين، يتم استبعاد محمد شريف. الله، ده الراجل بيهرج بقى. لا ما بيهرجش، هو الراجل محترم، الراجل شايف ان محمد شريف ما ينفعش يكون سترايكر، ما ينفعش ان انت يكون عندك خيارات زي احمد حسن كوكا ولاعيب زي مصطفى محمد هيفلوك في الكره العرضيه وتكمل محمد شريف. ده معناه انك جاي تهبد وجاي تاكل عيش، انما لما تقرر تستبعد محمد شريف وتكمل بمصطفى وتكمل بكوكا انت جاي عايز تشتغل. لما تشوف ان اكرم توفيق بعد ما لعبت بيه شوط كامل لعيب لا يصلح ان هو يلعب باك يمين، فتقرر ان انت تضم احمد فتحي علشان خاطر فتحي برجل واحده هيعرف يقف من ماتش ليبيا، فده معناه ان الراجل جاي عايز يشتغل. لما الراجل بيشوف ان عبد الله السعيد لعيب مؤثر جماعيا في الفريق اكتر من محمد مجدي قفشه المنهك بدنيا وبيقرر يستبعد مجدي قفشه، فالراجل جاي عايز يشتغل. لما الراجل بيستبعد احمد سمير وبيستبعد مصطفى فتحي وبيكمل ابراهيم عادل، الراجل عايز يشتغل، الراجل عايز يعمل قوام محترم لمنتخب مصر. بس مع الاسف الشديد القوام المحترم الراجل عايز يعمله بيتم محاربته اعلاميا من الناس اللي كل همها انك تاخد لعيبه من الاهلي اكتر من الزمالك. يعني القصه كلها مش قصه مين الاقدر مين اللي يستحق، القصه كلها قصه انك ما ينفعش لما اخذ السبعه الاثنين من الاهلي ما استبعدش حد من الزمالك، ما ينفعش الكلام ده. طب والمنتخب؟ لا مش مهم المنتخب، كابتن شاو كان بيعمل كده، كابتن حسام بدر كان بيعمل كده، اجيري كان بيعمل كده، الناس دي كانت حلوه وكانت شغاله، انت ليه جاي عايز تشتغل وعايز تبني فريق؟ طب يا جماعه انتوا جايبين الراجل يشتغل ولا جايبين الراجل يكمل بنفس الممارسات المتخلفه اللي عندكم؟ مفترض ان انت جايب الراجل عشان يشتغل، فسيبه يشتغل وسيبه يعمل اللي هو عايزه. المنتخبات ما بيتمش محاسبه المدير الفني على استبعاد لعيب، لو الموضوع كده المغرب ما مستبعده حكيم زياش اللي بيلعب في تشيلسي وتم استبعاده والموضوع مشي والمنتخب المغربي كسب الماتشين عادي، انما احنا عندنا في مصر هنا لا، ده لازم ان هو يكون موجود. ليه هم محترفين؟ لا بيلعبوا في الدوري المصري. طب معلش اللعيبه اللي انت بتدافع عنها دي كانت كويسه في اخر ماتش النادي الاهلي رسميا قدام اخر ماتش رسمي النادي الاهلي قدام طلع الجيش، لا كانوا سيئه. طب انت بتدافع عنهم ليه؟ عشان الموضوع متعلق بلعيبه الاهلي؟ لا، لعيبه الاهلي غير موضوع منتخب مصر، افهم التيتا. سيبوا الراجل يشتغل، يتم استبعاد اي حد، يتم استبعاد اي حد. المدير الفني اكبر من اللعيبه، المدير الفني يقرر يستبعد اي حد، اقف مع المدير الفني. بس احنا عشان عندنا في مصر بلد غير محترمه كرويا، فطبيعي ان هم يقفوا مع اللعيبه ضد المدير الفني. وتلاقي واحد زي ابراهيم سعيد بيتكلم حوالين ان دي قرارات غريبه، ايه القرارات الغريبه في الكوره انك تطلع لاعبين مستبعدين من منتخب مصر بناء على رايه فنيه؟ ايه الموضوع حرام يعني؟ عارف ان في كلام تم تسريبه ان الموضوع قياسات بدنيه، بس الموضوع مش قياسات بدنيه، الموضوع فني اكتر ما هو بدني، غير ان اللعيبه دي بدنيا منهارين وفنيا منهارين. فلما اللعيبه لما المدرب يجي يستبعدهم اقف ورا المدرب مش تقف ورا اللعيبه وانت عارف ان اللعيبه سيئه، ده معناها ان انت بتطبل وكل همك الموضوع يبقى بعيد عن منتخب مصر، واحنا زهقنا من القرف ده، احنا عايزين نشوف منتخب نفخر بيه زي منتخب الجزائر مع بالماضي، عايزين نشوف منتخب محترم، عايزين نشوف منتخب بيلعب كوره، مش عايزين نشوف منتخب فيه لعيبه الاهلي والزمالك واسماعيلي بس، احنا عايزين نشوف منتخب بيلعب كوره مهما كان مين اللي موجودين جوه الملعب من 11 لعيب ما يهمنيش، انا عايز اشوف منتخبي بيلعب كوره، عايز اشوف منتخبي افخر بيه، عايز اشوف منتخب اتحمس وانا بتفرج عليه، مش عايز اشوف منتخب انا نايم جنبه برغم ان المنتخب مليان لعيبه اهلاويه، انا مش عايز كده. انت عايز كده كمل مع افكارك دي زي ما هي، انما تجيش تكلم راجل عايز يعمل شغل جديد وتقول له لا ارجع للقديم، ما القديم كان سيء وبنلبس دين نيله، ارجع ليه ليه؟ بس عادي، هي دي الكوره في مصر. هنتعب نفسنا ليه؟ لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اشتم في الكومنتات براحتك، هي كده كده خربت اساسا، واللي بيحاول يصلحها بيتهموه ان هو جاي ياكل عيش وسبوبه. رضا عبد العال جاي ينتقد مدرب على اول ماتش بيلعبه وبيقول لك جاي يهجس، يا اخي بطل انت تهجيس علشان خاطر الموضوع زاد عن حد اهله بجد.